مرحبا معكم سامي كورجي ماستر فيلم ميكر، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تعليم ادوبي بريمير. واليوم الحلقه حتكون كيف بدنا نعمل ماسترنج للصوت. ان كيس اذا كنت بفلوج عم تحكي انت او انترفيو او مثل ما انا هلا عم سجل صوتي، مثل هلا قبل ما انا اعمل ماسترنج وبعد ما اعمل ماسترنج كتير فرق الصوت. خلينا نتعلم هلا ونغوص بالادوبي بريمير. اول شيء لازم نعمله انه نحن في فيديو انا كنت عم بحكي فيه بمزار يلي هو بعتقد خلينا نحطه بنيو سيكونس، وهذا السيكونس بدنا نحطها بالسيكونس. خلينا نشوف وين انا حاكي هون. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من اوكي حنستعمل هذا هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي من اصحابه واصدقائه وعائلته. اوكي خلينا هلا نشتغل على هذا الصوت. بتعرفوا نحن هلا في كذا طريقه لنعمل ماسترينج، في كل واحد عنده طريقه وكل واحد بيتبع شيء. هلا انا حعلمكم طريقتين كتير مفيدين، وحده سمبل سريعه والثانيه شوي بدها تاخذ وقت لانه مور اكوريت، يعني كتير دقيقه بالموضوع. والاولى الخطوه الاولى كمان اكوريت بس انه سمبل واي، يعني فيك تعملها للفلوج، فيك تعملها لما كمان للانترفيوز، وانت بتنقي اي وحده منهم. حنتعلم اول شيء هلا بهالحلقه سمبل واي، وحنعمل افكت شوي عليهم. بس حاشرح لكم كمان بامور انا وعم بشتغل كيف هادي شو هادي لشو هادي لشو. خلينا هلا ما نضيع وقت، خلينا نروح على الافكتس. في شيء بلاجن اسمه موجود بالافتر بالبريمير عفوا اسمه ماسترينج. هذا الماسترينج انا عم سيف هولي دي بريسيتس، فبعدها بنحكي عن البريسيتس. هذا الماسترينج بنلاقيها بالافكت كنترول تحت الاوديو افكتس بماسترينج. بنفوت على الاديت، وبالصوت كمان عندنا مقسمين لثلاث اشياء، كيف الكولر كوركشن او كولر جريدنج مقسمين ثلاثه ويلز شادوز ميد تونز هايلايتس. في عندي كمان بالاوديو اذا بنطلع هون في عندي انا هذا البارت تبع البيز، في عندي اللي بالنص هو الميد، في عندي هون الشيء هذا اللي هون هو التريبل. مثل الشادو ميد تونز هايلايتس، في عندي هون البيز يلي هو الصوت الغميق، الميد يلي هو الصوت الطبيعي مثل ما انت عم تسمع صوتي هلا، الصوت الرفيع يلي هو صوت الرفيع يعني التوت، هو القصص التونز الرفيعه. طيب وفي عندي هون السلايدرز هلا بنشرح عنهم. في عندي ريفرب اكسايتر، في عندي الوايدنر لاودنس ماكسمايزر والاوتبوت جين. هلا خلينا اول شيء اتعلم كيف انه اتعامل مع الصوت قبل ما اشتغل بالافكت. خلينا اشتغل بالجراف هلا لحتى يعني نفهم شوي مزبوط. خلينا هذا حطه شوي على جنب، بدي اشتغل هلا بدي اسمع الصوت مزبوط. خليني انا اعرف بس لاسمع الصوت شو بده. حعمل بلاي وانا وياكم رح امشي سوا، قلكم هذا الصوت يلي هو صوتي هلا شو كيف انا فين ميزه، يعني هل هو رفيع ضخم عادي. حعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. اوكي هلا بالصوت في كل انواع، اكيد بكل صوت مستحيل يكون في حدا غايب مثل اللي عندنا بالكالورينج الار جي بي. في بالصوت في بيز في ميدز في تريبل، ثلاثة موجودين بس في شيء بيعلى عن شيء. نحن هذا اللي دائما نحن نفهمه، يعني ما في مثلا صوت بيز يعني ما في تريبل بالمره، في تريبل في ميدز في بيز، بس البيز يلي هو بيطغى عن الكل بيعطي صوت بيزي. انا صوتي فيه بيز ما بعرف اذا شيء مزبوط اذا حلو ولا مش حلو، اعطوني رايكم بالكومنت. اذا صوتي كمان حلو اعطوني رايكم بالكومنت. ف حنسمع مره تانية. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى. اوكي هلا صوتي فيه بيز، هلا كيف فيني انا اتاكد من هالشيء؟ اكبس عليها حتى ارجع على الافكت هون. بحال انا ما سكرت، بدي اقول لكم شغله، بحال انا ما عملت كلوز هون كبست على التايم لاين برا، فا اوريدي لما اكبس انا هون بيفتح لي هذا. بحال اذا عملت كلوز كبست برا ورجع كبست ما هيطلع لي الديالوج اللي كنت فاتحه لانه انا عملت له كلوز. فكيف تتاكد من صوتي اذا هو فيه بيز؟ رح رجع الكورسر حطلع بهذا الجراف. هلا اذا بتلاحظوا شو في اعلى من شيء. حامل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا اذا بتلاحظوا
هلا هيك شكله يعني. هون في بيز في ميدز، الميدز اكيد بده يكونوا هون لانه لما واحد يحكي بده يكون الليفل هذا تبعه لهون، والتريبل واطي، مش ما في تريبل، في تريبل بس لاحظوا قد ايه واطي. الطاغي على الصوت هو البيز والميدز، الميدز اوريدي اوكي اوكي بهون هون الصوت، البيز بيعلى هون. هلا في شغله بدي اقول لكم عنها حتستفيدوا فيها بخصوص انه لما تعملوا ماسترينج للصوت، بكون انا عم بعمل ماسترينج وعم بنشغل وبيجي الصوت ليخلص بيوقف. مثلا انا عم حامل بلاي هلا او حقدمه شوي، حامل بلاي وحامل حالي عم بشتغل اصحابه واصدقاء وعائلته. طيب اوكي وقفت انا هون، طب بدي ارجع عيد. هن كانوا من بيك بس سبيس. بس في شغله هون خليني اشرح لكم اياها. تحت المونيتور هذا السورس مونيتور في عندي هول الاشياء اللي هون موجودين. هلا في عندي هذا الايكون يلي هي لوب بلاي باك، اذا ما لنا موجوده حنكبس بلاس هون، حتكون موجوده مثلا ححطها هون محلها، حلاقيها بمكان ما هون وين حطيتها، فتشوا معي اياها. لوب بلاي باك حتكون محلها هون، حامسكها وحطها تحت لانه بتفيدني، حاكبس اوكي. شو بتفيدني؟ حاكبسها للوب بلاي باك، حتضوي لي زرقاء، بتفيدني لانه لما يخلص هذا البارت بعيد لحاله، فحاكبس بلاي. هن كانوا من التلاميذ، لاحظوا هذه انا بتفيدني كتير بالماسترينج تبع الصوت، فحتستفيدوا منها كمان. لما تكونوا عم تعمل ماسترينج ما في شيء يوقفكم، فبضلها كونتينيوس. حارجع اعمل الماسترينج. هلا حنشتغل شوي. هلا اذا بتلاحظوا في عندي نقطة بنقطة، وفي للبيز مفروض يكون نقطة، كيف حجيبها؟ في هون باللو شلف يلي هو هذا شلف، حاكبسها حتبين عندي نقطة. طيب هلا بكل بارت عندي اياه، في عندي الهيرتز تبعه، في عندي الدي بي تبعه، وفي عندي الكيو يلي هو الويت، يعني فين نقول قد ايه مثلا اذا وطيتها هيدي لهون. انا حوطي البيكينج هيدي تبعت الميدز حوطيها، حتلاحظوا قديش هي عامله هالكيرف هيدا، هذا يعني الكيو بيقولوا. اذا فين انا مثلا خلي كيف البازير حاطيه مثلا وسعه شوي، حوطي ليوسع، فكل ما عم بصغر الكوانتيتي تبعها هيدا او العرض تبعه يعني فبيوسع، اذا بصغر فبدي. فهذا انا بهمني مثلا يكون شوي عريض، بحال انه انا اخذ ال يعني مش كتير هالقد لهالدرجة، مثلا انه على قد مجاله ما كتير لبرا او ما كتير هون. هلا خلينا نشرح، خلينا نعمل كل شيء. وهون كانت وهون صفر، هذا الستاند تبعه انا اكبس هون كرمال اذا كان ما كانت موجودة حاكبسها، واذا ما كانوا موجودين كلهم ف بتجيبوا من هون. هلا انا لحتى اعطي صوت الراديو افكت، اكتر شيء نحن نسمعه صوت انه مثلا حلو نقي وهيك، هو بيكون راديو افكت، فحنحكي فيها هلا الراديو افكت لانه قليل جدا يمكن ما حكيوا فيها او عملوا ديتوريال عنا او شيء، بس رح اقول لكم كيف حنعمل راديو افكت للصوت ويطلع الصوت حلو نقي مثل ما عم تسمعوه هلا حتسمعوه هون كمان. ف اول شيء الراديو افكت بتلاحظوا انه في بيز وفي تريبل يلي هن عم نسمعهم اكتر، والميدز اوريدي موجود، بس الميدز هيك بتحسوا يعني محاصر بين التريبل والبيز ومسموع، مش انه مثلا ما في ميد، انا احنا علينا مثلا البيز علينا التريبل هيك غلط، يعني نحن عملنا راديو افكت. خلينا نسمع شو صار. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، ما مش هالراديو افكت، بس مش هذا ابدا مش هذا. فحارجع اعمل وطي كل شيء لمحله صفر صفر. هلا مثل ما قلت الراديو افكت هو حيكون بيزي وتريبل وواطي شوي الميد تونز، فانا حعمل مثل ما انا كنت عم بسمع الراديو افكت، الميد تونز حوطي شوي لهون تقريبا لماينس 5 دي بي. دايما ما نوطي كتير، ما نقول مثلا عنا مجال كتير ونوطي كتير، لا هيك ببطل بصير صوت شوي مقطوش منه، مثل يعني انه من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. وين صوتك يا سامر؟ نقرب. حنعلي شوي لماينس 5 دي بي هون،
مثل الكيو حوسع شوي البازير تبعه، والبيز حعلي شوية بيز، وما نعلي من هون هيك، بناخدها شوي مطعوجة، او مثلا من البيز هون من زغر القيمة كرمال نعطي شوي بازير، والتريبل لما علي تريبل حعلي شوي يوصل لل 5 دي بي هون، يعني في عنا من ماينس 5 لل 5 دي بي. بعد شوي كمان بعطيه هيك. هلا بحال التريبل اذا عطى هذا الاس شيب، فيني انا مثلا روح على الاخر لهون، فيني اجي لهون، وفيني صغر، بس حيعطيني هذا الاس شيب اكتر. هلا انا هون بهالحاله بتريبل براقب الصوت، هل بده تريبل هيك، بده هيك، بده قرب، بده بعد، ممكن يكون هيك مثلا يكون بيرفكت. فانا حاسمع بحال كل واحد صوت بيختلف، انا صوتي مثلا بده هيك، يمكن صوتك بده غير هيك، فنحن علينا نعطي الشيب تبع الراديو افكت ونبلش نعدل بالصوت تبعنا. هلا حعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. اوكي، هلا اذا بدي اشوف الفرق بين قبل وبعد، في هون عندي كبسه الباور، هي باي باس. باي باس يعني بتطفي الافكت وبضوي الافكت. مثلا حعمل بلاي وحيكبسها حتروح الافكت، وحشوف الفرق بين قبل وبعد. هعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. اوكي، لاحظتوا هذا الشيء البسيط اللي نحن بعدنا مبلشين فيه؟ شو فرقت؟ فرقت كتير. انا انتبهوا، انا outdoor، انا عم بصور بمحل مفتوح، يعني حاطط مايك على الكاميرا وعم بحكي، يعني اكيد عم بلقط ambience، وشوف الصوت قديه فرق. كتير مهم نشتغل صح. انا صراحة عم بشتغل معكم هيك حتى عم علمكم كل شيء، حتى اذا كان في اسرار ما عم ببخل علي اعطيكم اياها، لانه صراحة بحق لكم تتعلموا، ونحن بهالدنيا لنتعلم، وان شاء الله يوفي تعبنا. المهم خلينا نكمل. هلا بالفلوجز خلينا اعطيكم نصيحه كمان، يعني ما ضروري اعلمكم واعطيكم نصايح. بالريفرب ما نستعمل ريفرب، لانه نحن بالفلوجز ما بنستعمل ريفرب، وانت اجمالا يعني ما حدا بيستعمل ريفرب. الريفرب بيستعمل مثلا لشيء دراماتيك، او انت مثلا قاعد بمحل بدك اياه يكون صوت مثل بهول، قاعد بمسرح فاضي او شيء، نعطيه مثلا ريفرب هيك الصوت كيف يصير. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. بعد هذا لا فهمتوا على شو. المهم نحن بالريفرب انت حر تستعمل ريفرب ما تستعمل ريفرب، هذا شيء بيرجع لك. الاكسايتر يلي هو بيعطي شوي، مثلا هون عندنا تيوب، عندنا تيف، عندنا ريترو، بيعطي شوي افكت بالصوت يلي مثلا، خلينا نعطي اكزامبل مش عارف اشرح. مثلا الريترو يلي هو الشيء القديم بنعد تقريبا، حعمل بلاي، بس انا عندنا القيمه اماوت 0%، فحخلي اعمل بلاي وحعلي الاماوت وتشوفوا تلاحظوا شو عم بصير. عيلته هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. اوكي، هلا في عندنا التيب. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. وفي عنا اليوتيوب. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. طيب تمام، هلا انا بدي احاول انتو تستخلصوا شو عم بصير. فهولي افكت عم بقلكن، هولي موجودين افكت، انت سمعتوا الصوت وحنتو حرين كمان تستعملوا، بس انا عم بقلكن الاكسايتر هي انه منا شيء مثلا مانيوال نحن نستعملها، هي افكت. فحالكم بس شو عم بصير هون، وحنتعلم على الجراف، اهم شيء نطلع على الجراف. فهلا اذا بنطلع على الجراف حعمل ريترو، حعلي شوي بالمية، هلا حشوف هون الجراف كيف كان. عيلته هن كانوا التلاميذ. هلا انا 100% اماونت ومع الريترو، حعمل نزل القيمه انا وعم بمشي بالصوت. يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. لاحظتوا هلا اللي عم تحسوا انتم بالصوت انه في شيء تريبل عم يطلع، هالتريبل هذا الصوت الرفيع اللي بتحسوا بالباك جراوند، حتى صوت الدعسات اجريه على الورق الشجر الواقع على الارض حتسمعوهم هلا. هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، من العمال. لاحظتوا اذا بتطفيها حنسمعها بشكل بعيد. تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من
من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي. هون الصوت يمكن بيفرق اكثر. هعمل اموت 100% اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى. اوكي سمعته، لانه هون التريبل عم يلا، هذا الافكت عم يشتغل على الجهه المت وبالرايح. فانتو بتختاروا، بدكم ريترو، بدكم 50%، ما ضروري يكون 100%. بتشوفوا هالصوت عجبني هون بمحل ما. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى. بس انا اجمالا ما بستعمل ريترو، ما كتير، يعني ما مفضل، يعني فينا علي انا تريبل من هون وقت بدي مثلا. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحاب. بس انا بفضل بين الماينس 5 وال 5 دي بي، انا بشتغل بكون بالسيف سايد. فعندي هلا الوايدنر، الوايدنر انا بحط الاماونت لاخر شيء ماينس 100%. الاماونت بتحس انه شوي عطى دي نويز شيء بسيط. حاعمل فرق، ححطه هون صفر مثل ما كانت، حاعمل بلاي وحانزل الاماونت، منه شيء ملحوظ بس شيء بسيط جدا. يعني هلا حتطلع حتشوفوا اذا مبين هون ولا لا. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه. هلا ممكن تلاحظوا الفرق اذا انا عطيت شوي للاماونت 100% ل100% بالاخر. حعمل بلاي، حعلي الاماونت ووطيها. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحاب. لاحظوا الفرق، قلت لكم شيء هيك دينويز. الدينويز يعني ما صراحه ما شرحتها بالعربي. اذا في شيء هيك صوت نويز، يعني مثل كيف الوش هيك شيء بتروحها، شيء بسيط يعني. وحالكم هلا في بلاجن اسمه دينويزر، انا ما بستعمله كتير بس اوقات بضطر استعمله. بس حالكم ايه، لانه بفيد بس اوقات انه نحن لازم ناخذ صوت، ناخذ صوت نظيف. بس ما حقطع عنه، حالكم الدينويزر كيف تشتغلوا، امتى تشتغلوا فيه، وكيف تشتغلوا، وين بدك تحطوا. هلا خليني بس اعمل ماسترينج، بنرجع نشتغل على الشق تبع الدينوزر. هلا هون بتطلع انه عندي بعد في اللاودنس ماكسيمايزر. اللاودنس شو بيفرق عن الاوتبوت، اوتبوت جين، معناته اثنيناتهم بعلوا الصوت. طيب خليني بس اطلع شوي هيك على الاول، هعمل ماكسيمايز شوي لللاودنس، وحعمل انه علي الصوت تبع الاوتبوت جين. اطلعوا هون وشوفوا شو الفرق. حعمل بلاي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه. اوكي بعتقد هون لانه الفرق شوي ضعيف بيناتهم، حالكم شو الفرق. اللاودنس ماكسيمايزر، اللاودنس يلي هو بياخذ النقط يلي هي عم مثلا في نقطه من هون، النقطه اللي عم تعلى بعلي طبعا تعيتها، مش انه بعلي كل شيء كيرف. هذا اللاودنس ماكسيمايزر. يعني مثلا اذا عندي مثلا هذا اللي هون الخط، شفتوه هذا طلوع ونزول طلوع ونزول، بياخذ هذا بعلي تعيته. يعني الهاي تبع النقطه اللاودنس هي اسمها اللاودنس تبعها، ف بمط طلوع. يعني كل شيء عم بيطلع بينصغر، يعني الصغير مثلا بتعلي هالقد اذا عم بعمله دبلينج مثلا، سوري، اذا الشيء الصغير هيك عم بعمله دبل بصير بيعلى هالقد، الكبير بصير بيطلع اكتر. هذا اللاودنس ماكسيمايزر. الاوتبوت جين بعلي كل شيء على سيم ليفل، يعني بيعلى كل شيء، بيعلى كل شيء. هذا الفرق بيناتهم. هلا اللاودنس فيك تعلي شوي لل 20% 40% حسب انت الصوت كيف انت بترتاح. انا مثلا حشوف الصوت هون شو بده، حكون 0% وحامشي واعمل بلاي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه. اوكي هيك انا بكون مبسوط بالصوت. واهم شيء قبل كل شيء، لما انا عم اعمل بلاي بدي اطلع على الاوديو ميتر، قلت لكم عنه اول حلقه من اليوزر انترفيس، انه هذا كتير مهم لانه الصوت كتير مهم. حعمل بلاي شوف هالليفل 1 صار. اصدقائه وعائلته، هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي. هلا فينا علي اللاودنس مثلا وخليه ما يضرب كتير لفوق. حاعمل بلاي. اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه وعائلته، هن كانوا. اوكي انا حاكتف هون لانه الصوت صار حلو هيك. فيني انا اوصله عالي شوي لهون بالاوتبوت جين، بدي انتبه انه ما علي كتير. فحعمل بلاي وحالكم ليه ما تعلوا كتير. من تلاميذ يحيى افندي، من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي، من اصحابه واصدقائه. بس هذه هي،
ما علي كتير لانه انا كنت على صفر 1.8 انا علقت 1.8 دي بي، فهذا ال 1.8 تقريبا بتعلى منيح بالنسبة للاوديو ميتر هون. ما علي كتير لانه اذا في نويز او في مثلا شيء بعيد عم يطلع صوته بيطلع معهم، لانه هيدا الاوت بوت جين بعلي كل شيء، مش مثل اللاودنس. اللاودنس يعني مثلا طالع صوته بعلي شوي يعني بعلي السقف تبعه، الاوت بوت جين كل شيء بعلي. هذا الفرق بين هول كلهم. وقلت لكم ان هذا مثلا احفظوا الشيء اللي عملته، يعني فيكم تحفظوا هذا الشيء وتطبقوه على كل شيء عملته. هلا اذا انتم مرتاحين مثلا بهذا الشيء مثل ما انا اوقات بعمل، لانه كل ست مثلا انا عندي هيدا الست، انا عندي الاوديو مثلا بعمله ماسترينج مثل ما انا بعطي الحلقات هلا بالصوت هيدا، انا مش كل مره بقعد اشتغله هيك وهيك، انا بسيفو بريسيت. هلا حالكم كيف تسيفو بريسيت؟ بصير انه كل مره مثلا عندكم فلوج عارفين الكاميرا حتستعملها هيك، المايك هالقد، كل شيء سيتينجز مثلا، فكل مره ما بدي ارجع انا اشتغل هيك، وكل مره عم تكون نفس الست، ففيني سيفو بريسيت وطبقه بس دراج اند دروب. هلا حسيفو قدامكم كيف بعمل سيف بريسيت. فانا خلصت هيداك الشيء، احفظوا هيك الشكل. انا يعني بنصحكم تشتغلوا هيك لانه شوي هيك الشامل للكل كل الاصوات. فانيوي هعمل هون عند الماسترينج هذا، ففيني اكبس رايت كليك في سيف بريسيت، سيف بريسيت حسميه مثلا my mastering. تمام بلا سبيس هيك بس اوكي خلاص. هيك انا اعتبرت انه صار سيفد عندي بالبريسيت. كيف فيني شوفه؟ انا عرفت شو سميته، يعني my presets حسمي my mastering، سوري هذا my mastering. حعمل delete لان اللي انا اشتغلته هون بهذا الشيء، يعني اذا برجع بسمع الصوت هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي. فحعمل drag and drop لهي لهون، فdrag and drop. وانا already يعني قبل ما هذا انا محيط الماسترينج لهون، فاذا بسمع الصوت هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي، هذا الصوت القديم. حعمل drag and drop للبريسيت اللي سيفتها اللي هي اشتغلت على هذا الصوت وبدي اياه لكل الاصوات، بلاقيها هون، فبلاقيها باسم ماسترينج والاسم اللي انا سميته، وبلاقي الادت الشكل اللي انا اشتغلته. بعمل بتأكد من الصوت هن كانوا من التلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا، وبتلاحظوا الاوديو ليفل تبعي ما عم بيطلع لفوق، يعني حعمل بلاي. هن كانوا من التلاميذ بدالكم بخصوص الاوديو ميتر، بحال مثلا الصوت كان عالي حنعلت الصوت هلا اوتبوت جين، حلاقيه هون صح عم يضرب هون احمر وعم يطلع للاخر يحيى افندي من العمال اللي كان. هذا اوريدي اعتبره دغري عندك صوت غلط، يعني لما تصير هون الكليبينج هذا الاحمر بيقولوا له كليبينج، هذا معناته الصوت عندك صار ديستورشن، يعني بتحسه هيك خزق الصوت وبالسبيكر بلش يعمل ف اوريدي دغري تلقى ايام بدي وطي الصوت. انا حاطه 1.8 كنت، خلينا اشتغل 1.8 كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي من اصحابه واصدق. انا هون بالسيف صار فينا علي بعد لخي 2.3 حد الله هون مثلا تصير اصدقاء وعائلته هن كانوا من التلاميذ، بعدني بالسيف سايد. بس انا بالنسبه للصوت انا مرتاح و 1.8، مش دائما 1.8 مثل ما قلت لكم، اسمعوا واشتغلوا على الاشياء اللي انت بتشوفوها هون. واهم شيء هذا السبيكتروم تبع الاوديو، وين في اعلى صوت وين في كيف في نعلي، فهمتوا كل شيء بعتقد، مش بعتقد ومؤكد فهمتوا كل شيء. هلا مثل ما قلت لكم البلاجن دينويزر حقلكم وين تشتغلوا كيف تشتغلوا وامتى وباي وقت. طيب انا حامحي هلا هيدا هون اللي اشتغلته، لانه الدينويزر اول شيء وامتى بدي طبقه؟ بطبقه لما يكون في صوت، اول شيء في كتير صوت هوا مثلا، مش هوا، صوت باك جراوند بدي شيله، انه بس بدي خلي صوتي يبين، بشتغله قبل ما بل طبق اي شيء، ما بشتغله بعد الماسترينج غلط، بشتغله قبل كل شيء، لانه خلي هذا الاساس بعد ما انا نظفت الصوت من الاشياء اللي ما بدي اياها وما انه كتير بشيل. يعني انتبهوا له، حعمل دينويز حتفهموا علي شو في اسمه دينويزر. في عندي اثنين، ففيك تستعمل هذا اللي تحت لانه الاوبسيت. هلا بقولكم لاحق ان حقولكم شو الفرق بين اثنيناتهم. ف
بعمل ادت حلاقي جراف نفس اللي شفته بيز ميد تونز وهول القصص. هعمل بلاي هون الاماونت تبعه حاطيني اياه اوريدي 40%، هعملها 0%. هعمل بلاي بس كرمال انا اطلع السبيكتروم تبعه. هلا شو حيصير؟ هلا بس اعمل اماونت حيزيد لي شيء مقابيله. عندي لاحظته انا بس اطبق شيء برجع بيعطيني اياه بهالشكل. هلا اللي بصير هون الدينويزر، اصلا فكره الدينويزر انه الويف فورم تبعه بيعمل شيء ابسط للفليبنج له، وكل شيء عم يضرب ببعض. مثلا هذا اللي هون في انترسكشن، هذا بشيله بيلغيه من الصوت، من الصوت تبع الاساسي. فحعمل كبر هذا وحعمل بلاي وبوز كرمال بس يعطيني الشكل. كل شيء انترسكشن بين الاحمر والازرق بشيله بالنسبه للازرق، يعني بصير الشكل بس لهون تبع سبيكتروم، والكمبيوتر بيقراه بس لهون. هذا مفهوم الدينويزر. فقد ما بعلي بعمل بلاي فبصير الصوت عم ينقص منه. هيدي هي فكرة الدينويزر. ليه مش امتى ما كان بكون مناسب؟ لان وانتبهوا هون كمان في بروح اوريدي من التريبل، لانه التريبل بالصوت هون عاملينه اوتوميشن لل بصير التريبل، لانه صوتك ما فيه كتير تريبل، في صوتك هون ميدز بشيل من التريبل قد ما عم بعلي مثلا اللي كانوا فبتشيل شوية تريبل، واوريدي هول اللي بشيلون الانترسكشن. هلا امتى بستعمل دينويزر؟ انا شرحت صورة عم طول عليكم بس عم فهمكم شو موضوع الدينويزر، لانه بعدين حتفهموا انه امتى فين اشتغله، لانه لما تفهم الشغل بتقدر تعرف بعدين تلقائيا منك لحالك كيف تشتغل. حشيل الدينويزر من اموت 0%، حعمل بلاي وحشوف انا الصوت شو يعني كيف شو اللي بيعملوا الدينويزر. حعمل بلاي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال. اوكي، اول شيء في صوت اذا بتلاحظوا زي صوت الهواء او صوت سيارات بعيد او صوت شيء هيك، هذا لاحظوا عليه. هلا هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا تمام. هذا بشيله. ليه هذا اصلا بشيله؟ لانه هو هذا الصوت، هذا تبعه دائما صوت الويند، صوت السيارات البعيده مثلا مانا تريبل، بتجي شوي بتعطي بيزي، والصوت البيزي هو اللي بتحس الصوت عم بدوج. ف مثل ما عملكم هذا صوت الويند، صوت بيجي بيز مش تريبل مثل ما بعض بيعرفوا بيفكروا، صوت بيزي هو. فبعمل بلاي، اول شيء بعلي شوي الاماونت، مثلا خلينا 40% مثل ما اعطينا اياها اول مره. حعمل بلاي. لاحظوا اللي اصل لي اياه هيدا، راح الصوت تبع الويند. حعمل بلاي هلا من جديد وحتلاحظوا انه راح، وحعمل انا هون باي باس لحتى تعرفوا الفرق. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا يشتغلوا مع يحيى افندي من اصحابه واصدقائه وعائلته. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي. لاحظتوا الفرق؟ بس اذا بدكم تستعملوه بتستعملوه بمحل مثلا في هواء مثل هيك شيء، او في مثلا صوت شوي سيارات بعيد، فيكم تشيلوه. انا فيني استعمله هون بس انا ما بفضل استعمل كتير. اذا بدي استعمله بوطي مثلا للشي بسيط جدا، يعني ما يكون مبين الصوت في شيء في غريب، لانه هذا صوت شوي غريب، لانه مستحيل تلاقي مثلا صوت انت برا بيبقى بمايك، وحتى الست البراندات مثلا مايكات كله بيلقط شيء، كله بيلقط الامبيونس تبعه، بس في شيء دايركشنال، في شيء اومني، في شيء هيك. فما نعمق بهالموضوع المعلومات شوي هلا، مش وقتها. فبعد شوي بسيط يعني مثلا بعمل بلاي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي. بالنسبه لي كمان كتير عالي، بوطي شوي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال. مقبول، فيني وطي شوي. هن كانوا من تلاميذ يحيى افندي من العمال اللي كانوا تمام. انا هيك بقبل فيه، انه ماشي هيك نقل الصوت شوي احسن صار. حامشي فيه، انا ما كتير بستعمله، انا بهمني شوي امور البيز احفظهم بما انه ما عاملين ديستورشن او شيء. ف اوكي حامشي فيه. هلا بعد ما انا خلصت هذا الدينويزر، هلا بعدين بشتغل بعمل ماسترينج، بعمل كل شيء. مثلا حطبق انا اللي اشتغلته ماي ماسترينج،
لقاله بينزل تحته دغري. انتبهوا انتو الاوردر تبعهم مثلا من فوق لتحت بيمشي الاوردر. مثلا انا اللي قلت لكم امتى بتعرف انه يمكن مؤخر شوي قلتها بس هلا وقتها انه انا بدي اشتغل على كذا افكت. البريمير بيمشي باوردر مش كله مع بعض بيلقطهم بيمشي باوردر. مثلا انا ببلش من فوق في عندي فوليوم شانل انا الافكت اللي طبقتها دينويزر الادوب بريمير بيمشي على الدينويزر بعدين شوفي بعد الدينويزر بياخد هذا الافكت برجع بياخد الافكت اللي بعده برجع بياخد الافكت اللي بعده مش كله مع بعض ولا من تحت لفوق من فوق لتحت. يعني بيشتغل اول شيء في عندي دينويزر برجع نعمل ماسترينج على اساس دينويزر بعد ما عملت دينويزر يعني تمام فهموها منيح. ف سوري طولت عليكم بهالحلقه بس لانه انه تعلمنا الشيء الماسترينج هذه بطريقه سمبل. في طريقه تانية معقد شوي راح نحكي عنها بحلقة تانية وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وما بدي اذكركم بسبسكرايب لايك شير كومنت على اليوتيوب وعملوا شير وفيدوا غيركم كمان. ف سوري طورت عليكم الحلقة اليوم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. انا اكيد انتوا استفدتوا. شوفكم الحلقة الجاي. باي.